يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، 135 فائدة لخصها شيخ الإسلام محمد، 135 فائدة لخصها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، هل يثبت هذا الكتاب من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ والله ما شفت هذا أنا، لكن ما في شك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتني بكتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإمام ابن القيم، يعتني بها، ونرجو أنه يحضر لنا هذه الفوائد. نعم.